يا اهلا وسهلا بك استاذ. يا اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. نورت مو بس المكتب، نورت المنطقه كلها. العفو، قبل ما نحكي سديتوا البيبان؟ سديت كل البيبان استاذ. سديتوا الشبابيك؟ سديت الشبابيك. سديت خشمك؟ سديت خشمي، ريحتك تقتل. سديت خشمي. سديت خشمي. اقصد سد خشمك يعني لا تتدخل بامور، ما اتدخل اصلا. اوكي. سديتوا المرازيب؟ سدينا المرازيب. عمود لا يروح الماي ما يسيل من جوانا. نعم. سديتوا الشارع؟ جماعتك قطعوا استاذ. حلو. نعم جماعتي. زين سديتوا كافي سدينا. تفضل استاذ تفضل. يعني ندخل بالموضوع يعني ندخل بالموضوع. نعم. شوف عزيزي، انا سمعت بيكم انتم من اهم مكاتب استقدام العاملات بالعراق. وصلت استاذ؟ اكيد احنا من اهم مكاتب. افهم من حضرتك انه انت مثلا تريد عامله مثلا؟ لا لا، انا رايد سياره. طبعا اريد عامله يعني. فهمت التحشيش استاذ. ولازم نضحك اكثر لانه خايفين. اهلا وسهلا يا مرحبا. المهم يعني شنو عندكم من عاملات؟ عندنا، خليني انا اختار لك عامله ماكو ارقى من عندها. على ذوقك يعني؟ طبعا. لا وراح تدعي لي والله. راح اجيب لك عامله عراقيه نظيفه مرتبه بنت حلال يعني. عراقيه؟ عراقيه. لا يعني لا لا لا، او في الموضوع. اوكي زين، ايش رايك عربيه؟ عربيه؟ اي عربيه، وتفهم عراقي وتحكي وياك بسرعه وهذا. ما تفيد. قضيتك انت يا استاذ. اجيب لك اوكرانيه. سبحان الله، يعني شك واحد اقول له هاي الدوله قول يفتح عيون اوكرانيك. بس تعرف عربي مطقطق؟ تعرف عربي؟ أي. لا ما اريد. هلا انت ايش مشكلتك وين تحكي عربي؟ ايش بيك؟ المهم عيني افهم من عندي. انا اريد عامله من دوله كون شعبها ما لهم علاقه بلغتنا العربيه، اوكي، وما لهم علاقه بالسياسه. اي يعني ما تحكي ابدا؟ ابدا. عندكم لو لا نجيب لك ساد. عندنا من دول، عندنا دول اصلا انت ما سامع بيها نهائيا، سيراليون وميانمار ودول يعني دول اصلا ما سامع. طبعا هاي دول حالاتها وبيها رئيس وبيها كذا وهذا. الدله استاذ راح نجيب لك من عندها، وساد ما تفهم عليك ولا انت تفهم عليه. بعد ايش رايك؟ هذا المهم. زين انا بدي اعرف يعني شو مشكلتك ويا تحكي عربي او العراقيه او شو مشكلتك؟ الليل مثل ما تعرف احنا بالليل اي انا والوسط نقعد يعني نقعد. اي نعم نقعد ونشرب بيبسي. طبعا اعرفه هو البيبسي شو الموضوع. اوكي كمل. اوكي يعني وناكل وكروبه بالموضوع. اي ايش درى. كمل استاذ. اي نعم اي اي. ويعني شويه ناقش امور المواطن. اكو مواطن جاب المواطن بهالقعده. اي لا لا، ناقش امور المواطن. يعني نشوف اموره ماشيه بالصفقات، اقصد اموره ماشيه بالبلد لو ما ماشيه. الاولى حلوه كانت. اي صح صح. لا لا اي اي. فانت تخاف لهاي العربيه والعراقيه تطلع تروح تقول لمرته. فهمت. فلهذا السبب انا ما اريد وحده عراقيه او عربيه وممكن تفهم لغتنا. فتطلع الاسرار. طبعا لا استاذ لا تخاف، الاسرار معكم عادي. جماعه جاي يطبون يهكرون الموقع مالي. واذا وحده عراقيه ايش راح اسوي؟ تعال عين اخوي. تعال عين ابن عمي. تعال عين جدي اللي متوفي قبل 15 سنه. اكو واحد متوفي وعين. شلون صايره استاذ؟ وانت تعين؟ طبعا بيتك تعين. طبعا لحد ما تعيني. والله تعين، عين اخوي، عين ابوي، عين جدي المتوفي قبل 15 سنه. لهذا السبب انا ما احب اعين وحده عامله عراقيه. تحبون التعيين؟ تموتون على التعيين. نموت على التعيين استاذ، حتى لو اكو وظيفه بمليون دولار و100 الف عراقي احنا نحب التعيين. المهم 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 يعني فاريد عامله بخصوص هاي. واضح واضح واضح. واريدها مثلا اذا تجيني عامله عراقيه. اوكي ايش راح اسوي؟ ممكن تاخذ كوميشنات. كوميشنات هي عامله تاخذ كوميشنات من منو؟ مو راح تعرف فلان وتعرف علان وتعرف المواضيع اللي بينه وبينه. تقول لهم يا بطوني الاوراق بنشوف باله زينه قل له وقع. بالضبط. فما تاخذ كوميشنات. بالضبط. اكيد ما تاخذ، وانت تاخذ كوميشنات يا ياخذ. نعم لا صح والله عمي عندك حق. صح قصدك عندي حق. صح صح. وما اريد يعني تعرف يعني ممكن تاخذ الختم وظلت هي تمشي المعاملات والكتب وهاي سوالف. ظل تزور كتب هذا بالختم مالته. استحضر سعد ليش هو انت الختم وياك؟ اي الختم مال المسؤوليه وياك. اي طبعا. الله، اول مره بحياتي اشوف مسؤول الختم مال المسؤوليه وياه، مو ويا اللي عينوه اصلا وجابوه ويقدرون يشلفونه بلحظه. ما ادري تكذب عليه.